بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف أتابع إن شاء الله الكلام عن الأوبجكت، عن الأوبجكتس والأوبجكت أورينتد بروجرامينج. خصوصا سوف نتكلم تابع كلامنا عن الميثودز. طبعا شاهدنا في الدرس السابق شاهدنا مثال على أوبجكت ريكتانجل أو المستطيل. شاهدنا كيف أن الأوبجكت لديه خصائص، كل أوبجكت لديه خصائص attributes، وأيضا لديه services أو methods أو خدمات يقدمها، وهي عبارة عن أكواد يتم تنفيذها. وأيضا ذكرنا أن هناك class واحدة في البرنامج، وأن هناك مجموعة objects، وأن كل object يحتفظ ب الانستنس اتريبيوتس الخاصة فيه أو الانستنس بروبرتيز الخاصة فيه، والتي يتم حجزها في الذاكرة عندما يتم ميموري الوكيشن للأوبجكت بناء على الكلاس. ذكرنا أن الكلاس هي المخطط الذي يتم على أساسه حجز الأوبجكتس في الذاكرة. سوف نستكمل الحديث هذا بالنسبة للميثودز. شاهدنا الميثود print area، طبعا هنا الاكزامبل انا نقلت بس ناسي الكلمه public، خلوا اكتبها مره ثانيه. طبعا شاهدنا كيف نقوم بطباعه نقوم هنا بالطباعه بحيث ان طبعا عرفنا الاوبجكت x والريفرنس x هنا x dot print area يقوم بطباعة الـ area، يقوم بتنفيذ الـ method print area. خلينا نشوف كيف تتم عملية التنفيذ هذه وكيف ينتقل التنفيذ من الكود. طبعا راح أضغط على زر كومبايل الآن، سوينا كومبايل وبعد كذا راح ننفذ الكود خطوة خطوة. خلينا نشوف، أولا عندنا هنا هذا stack مرة أخرى وهذا الـ heap. في البداية نبدأ التنفيذ من المين، من الميثود main التابعة للكلاس test rectangle. وذكرنا أن class test rectangle هي عبارة عن driver class أو class، يعني زي ما تقول class اللي نستخدمها بس عشان نحط فيها المين، زين، ونختبر فيها الكلاس rectangle، نسوي فيها objects من نوع rectangle ونحط فيها بيانات، نسوي فيها برنامجنا هنا. طيب نبدأ التنفيذ، نسوي الأوبجكت ريكتانجل، وشفنا كيف نسوي الأوبجكت. أولا نسوي الريفرنس، بعد كذا الريفرنس يكون في ستاك، بعد كذا نقوم بحجز الأوبجكت في الهيب. وطبعا نعطي، لاحظ أننا نعطي قيم في البداية، قيم ديفولت أو ابتدائية وهي 0 0 0 هنا بالنسبة للإنتجرز. بعد كذا نقوم بربط الريفرنس مع الأوبجكت الخطوة التالية. ثم بعد كذا الآن عملية access، راح نضع 10 في length، وفعلا وضعنا 10 في length. وبعد ذلك سوف نقوم بوضع 5 في width. هنا عملية access، عملية write على property حقت الـ object هذا أو الـ instance variable width الخاص بهذا الـ object. بعد كذا راح يتم تنفيذ الميثود. وأرجو الانتباه هنا لعملية تنفيذ الميثود. أولا نستدعي الميثود زي ما نستدعي أي property، نكتب اسم الريفرنس، بعد كذا نقطة، بعد كذا الميثود، ثم بعد كذا نضع القوسين ويكون بين القوسين فارق. وذكرنا أنه إن شاء الله راح نشوف فيما بعد ماذا نضع بين القوسين هنا. طيب خلوا نبدأ تنفيذ print area. راح ينتقل التنفيذ مباشرة إلى print area، ولاحظ أنه بما أن استدعينا print area تبعا للobject x، فإنه مباشرة نعرف أنه length والwidth اللي عندنا هنا، طبعا أنا عدلت تعديل بسيط على print area السابقة، نعرف أنه length والwidth اللي عندنا هنا هم length والwidth التابعات للobject x. يعني لو كان عندنا object ثاني نستطيع أن نفرق بين الـ length والـ width حقت الـ object x والـ object الثاني مثلا y من خلال نشوف المكان طريقة استدعاء الـ method print area. فاستدعي تبع x، إذن length width هي التابعة لـ
اكس. وهذا بالضبط ما يسأل يسويه البرنامج هنا. يكتب لنا اكس دوت برينت اريا، بمعنى ان الميثود برينت اريا استدعيناها تبعا ل اكس. بعد كذا الان يبدا التنفيذ. طبعا يبدا من اول سطر في الميثود، ما عندنا الا سطر واحد. طبعا هذا سطر واحد، يعني انا بس حاط سطرين عشان يكون اوضح. او هذه one statement في الحقيقه، وافضل يعني ادق نقول هذه one statement وحطيتها في سطرين، بس انها تظل one statement. احنا يهمنا statement وليس السطر. معظم الاحيان يكون السطر يمثل statement، لكن في بعض الاحيان مثل الحاله هذه وضعنا statement في سطرين، فيهمنا احنا حتى نهايه السيميكولن هذه نسميها statement. طيب اذا اخذنا الاريا هنا بنطبع الاريا، بعد كذا راح نحسب length والwidth. فنحسب 10 في 5، هنا سوينا عملية قراءة للlength والwidth من هنا. طبعا لاحظ ان هنا ما احتاجنا نكتب اسم، مرة اخرى ما احتاجنا نكتب اسم الريفرنس x، لانه اساسا احنا مستدعين الفانكشن او الميثود print area تبعا للobject x اللي هو الobject هذا. فالكمبيوتر مباشرة يفهم الكلام، يفهم ان نريد اللينث والwidth الخاصات بالobject بالobject x. حسبنا النتيجة. الآن نأخذ النتيجة 50 ونضيفها على area هنا. بعد كذا الآن طبعنا وانتهى تنفيذ الميثود print area. بعد ما ينتهي تنفيذ الميثود راح يرجع البرنامج للمكان هذا، ثم بعد ذلك ينهي التنفيذ. خلونا الآن نشوف نسوي ميثود ثانية. خلوني أول هنا الميثود الثاني، او الفكره من الميثود الثانية ان راح احط تو ميثودز عندي فقط، بس يعني كمثال ثاني على الميثود راح احط اضع تو ميثودز ل الكلاس ريكتانجل. ميثود تطبع الاريا وميثود تحسب الاريا، يعني بدلا من ان نحسب ونطبع في مره واحده راح اضع ميثود تطبع تحسب ميثود تطبع الاريا. طبعا لاحظ اني الى الان ما استخدمت الفاريبل على عكس المثال السابق، يعني هنا اختلاف بسيط. لاحظ اني ما استخدمت الاتريبيوت اريا او البروبرتي اريا، ما استخدمتها الى الان. لاحظ اني هنا مباشره استخدم لينكث ويدث بدون الرجوع للاتريبيوت اريا، مضبوط. فخلوا الان نقول public void، بعد كذا نسميها compute area، نسمي الميثود او احسب area. نسكر القوس زي ما قلنا. طبعا جوا الميثود هذه راح نخزن قيمة حاصل ضرب اللينكث في الويدث، نخزنه في اريا. فنقول اريا مرة ثانية، ما يحتاج نضع اوبجكت اسم الاوبجكت دوت اريا، لان جوا ميثود وليست جوا، لان جوا الكلاس ميثود تابع للكلاس ريكتانجل، واريا هي في تابع للكلاس ريكتانجل. فاذا الكمبيوتر راح مباشرة لما يشوف استدعاء الميثود من هنا راح مباشرة يعرف ان الاريا هذه تبع الاوبجكت اكس او تبع الاوبجكت واي او حسب الاوبجكت اللي سويناه. فنقول area dot area gets length في width. الان عبينا الاريا، وضعنا قيمة في area في هذه الميثود. في الميثود الثانية راح نطبع area مباشرة بما ان حسبناها في الميثود الاولى. نقول area هنا. طبعا لاحظ هنا حاجة مهمة جدا، وهو أن المبرمجين عندهم خيارات كثيرة. يعني البرمجة فيها مرونة كبيرة، أنت تختار اللي تبغى. قد تقدم أنت البروبلم أو المشكلة نفسها لمجموعتين من المبرمجين أو فريقين من المبرمجين، إذا كانت مشكلة كبيرة مثلا، تجد أنه فريق يكون له خيارات، فريق ثاني يكون له خيارات ثانية. تجد أنه فريق يعرف أوبجكت معينة، فريق ثاني يعرف أوبجكت ثانية، وكل الفريقين يحلون المشكلة نفسها. ولكن طبعا هذه طبيعة البرمجة، فلذلك يعني في اختلافات بين البرامج. فلذلك يعني لو شفت أنت سؤال مثلا أو مسألة أو problem مشكلة تحتاج مثلا objects، فأنت امش على خياراتك اللي أنت تعتقد أنها صحيحة، مضبوط. أهم شيء إن ما تكون خيارات، يعني تكون خيارات على الأقل واقعية، يعني هذا هو أهم شيء يعني في الحل. كل ما كانت الخيارات، كل ما كان البرنامج أسرع، أصغر حجم، أسرع تنفيذ، كل ما كانت كل ما دل على خياراتك في البرنامج أفضل. وهذه طبعا كلها عملية software engineering أو هندسة البرنامج،
نفسه. هنا يجينا يعني قضية هندسة برمجيات، وفيها قضية ديزاين يعني تصميم وإلى ذلك. فإذا في اختلاف بسيط بين الـ بين الاكزامبل اللي عندنا الآن وبين الاكزامبل اللي شفناه في الفيديو السابق كتبناه في إكليبس. وفي هناك مثلا حسبنا الاريا في البرنامج نفسه، هنا حسبنا الاريا من خلال ميثود. برضو هنا عدلنا احنا على البرنامج هذا، نرجع الكلام اللي قلناه السابق، عدلنا على برنامجنا هذا، بدلا من ان نطبع اللينك في الويدث مباشره قررنا ان نخزن اللينك في الويدث في الفاريبل اريا او عفوا الاتريبيوت اريا، ثم بعد ذلك نطبع الاتريبيوت اريا. خيار ثاني غير الخيار اللي سويناه في بدايه الفيديو هذا، وهو ان نطبع اللينك في الويدث مباشره. طيب الان كيف نسوي هنا في البرنامج؟ طبعا بما انه الان صار نحتاج نحسب اريا، فمن المؤكد ان قبل ما نستدعي الميثود print area لازم نقول x.compute area، مضبوط. اذا نقول الكلام اللي نقوله هو تماما كالتالي: يا object x بالله اطبع احسب لي الاريا حقتك، مضبوط، يا مستطيل x. بعد كذا نروح السطر اللي بعده: يا مستطيل x اطبع لي الاريا حقتك. لاحظ انه احنا نعطي اوامر للاوبجكت، زين، وهذا اللي ذكرناه في المحاضره السابقه او في الدرس السابق. ذكرنا انه الاوبجكت يقدم لنا سيرفيسز، يقدم لنا خدمات، نعطيه اوامر ينفذها لنا، مضبوط. فالاوامر هي الميثودز، زين. طيب خلوا الان نحفظ البرنامج هنا، خلوا ننفذ، شوف كيف تنفذ الميثود هذه. سوينا كومبايل، الآن نبدأ تنفيذ الميثود. طبعا نبدأ دائما من المين. راح نسوي allocation، أول شيء نسوي allocation للأوبجكت X من نوع class rectangle. لاحظ أن مشينا على الكلاس حبة حبة، هنا نسوي allocation. عبينا الآن، نربط الreference X مع الأوبجكت. بعد كذا نعبي، نسوي access للLength وحطينا فيه 10. طبعا أنا سرعت عملية الأنيميشن شوي. نسوي access للWidth حطينا فيه 5. الآن جت الأريا راح نسوي لها computation. راح يعني راح نحسبها ليس في البرنامج هنا، وإنما نحسبها في الأوبجكت، وهذا طبعا أفضل. دائما من أفضل شيء إنك تخلي الأوبجكت هو يحسب بياناته بنفسه من خلال وضع methods، مضبوط. تقول الأوبجكت هو اللي يحسب الأريا حقته أو يحسب مساحته، الأوبجكت هو اللي يطبع مساحته، الأوبجكت يعني هو دائما يفضل إنه هو يسوي الأشياء الخاصة فيه هو بنفسه. إذا نروح الكمبيوت أريا، الآن نبي نستدعي الميثود كمبيوت أريا ونستدعيها على الأوبجكت X. نروح هنا نقول كمبيوت أريا، يجي length width، نحسب length width. لاحظنا الآن نفذ هنا في كمبيوت أريا، حسب لي length في الwidth 10 في 5، الناتج هو 50. الآن راح يخزنه في الأريا اللي عندنا هنا، خزنه في الأريا، انتهينا. الآن نرجع من الميثود وننتقل للميثود البرنت أريا. الآن حسبنا الأريا، الآن راح نطبعها. لاحظ أنه لما جاء كمبيوت أريا هنا راح هنا الأريا نفذ، بعدين رجع هنا، ما سوى شيء برنت أريا، نفذ بين القوسين المعقوفين هذولي، زين، او البراكت بين التو braces، مضبوط. هذا مهم جدا، هذه ميثود، عندنا هنا ميثود من تبدا من public وتنتهي بالقوس هذا، وعندنا هنا ميثود ثاني تبدا من public وتنتهي بالقوس هذا، تو ميثودز كل واحده منهم تتنفذ لوحدها على حسب الاستدعاء. هنا مسميه ميثود كول، زين، استدعاء الميثود. الان بنستدعي print area، ف نروح هنا نبدأ التنفيذ، نقول area ونطبع area اللي حسبناها. متى حسبناها؟ لما نفذنا استدعينا compute area، زين، فنجي نطبع area اللي 50، طبعناها. الآن نرجع، انتهينا من تنفيذ print area، نرجع هنا، طبعا ما في شيء ينفذ، فبالتالي ينتهي البرنامج لما ننتهي من الميثود هذه. لاحظ انتهى البرنامج خلاص.
طيب في حاجة أخيرة أرجو أن يكون الآن طبحة الميثود. طبعا في تفاصيل كثيرة في الميثود، لكن الآن على الأقل أخذنا مقدمة جيدة للميثود. في حاجة مهمة، خلينا نشوف لو كان عندنا two objects كيف الميثود تعمل. راح نشوف هذا الشيء إن شاء الله في الدرس القادم، ومن خلال شرح من خلال الشرح في الدرس القادم نكون عندنا two objects، راح نشوف كيف الميثودز تعمل وكيف الاتريبيوتس تعمل، وش الفرق بين الميثودز وبين الاتريبيوتس في الكلاس وفي الاوبجكت من ناحية تكنيكال في الجافا وبشكل عام في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج.